بأن يعني طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني واللجان الطبية موجودة أيضا في هذه المنطقة تأهبا واستعدادا لأي طارئ. أريد أن أنقل الصورة الآن من بيت لحم حيث تبدو سحب النيران نتيجة الإطارات المشتعلة واضحة. هنالك اشتباكات مستمرة مع الجيش الإسرائيلي، تظاهرات حاشدة من الشبان الفلسطينيين. يعني مع تقدم ساعات هذا النهار نرى أن الأعداد تتزايد في بيت لحم، هنالك الشبان الفلسطينيين، ونسمع الطلقات النارية من الجانب الإسرائيلي الذي يستخدم الرصاص المطاطي إضافة إلى القنابل المسيلة للدموع. قبل قليل لجأت القوات الإسرائيلية إلى خرطيم المياه أيضا لتفريق المتجمعين. طبعا يأتي ذلك ضمن مسيرات حاشدة واحتجاجات تعم المناطق الفلسطينية، تعم الأراضي الفلسطينية في الخليل، في نابلس، في بيت لحم، على حواجز قلندية وعلى حواجز بيت إيل وفي قلقيلية أيضا. ومعنا من رام الله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت. سيد صالح، كيف تقرؤون هذا المشهد الميداني اليوم؟ اليوم هو يوم غضب فلسطيني في عموم أنحاء فلسطين من الجليل والمثلث والنقب وقطاع غزة والضفة الغربية وبما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة. الشعب الفلسطيني يقول كلمته بأنه يعني يرفض رفضا قاطعا هذا القرار الأمريكي الأحمق باعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل. الشعب الفلسطيني يقول اليوم للعالم بأسره بأنه هو الذي يقرر مصير القدس وقراره بتحرير القدس واستعادتها وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية. وندعو كل الشعوب العربية للتوجه لإغلاق السفارات الأمريكية بالعواصم العربية. هذا القرار الأمريكي هو انحياز أعمى للاحتلال الإسرائيلي من أجل تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. سيد صالح، لماذا لم نسمع بعد رأي فلسطيني واحد أو توجيهات فلسطينية واحدة؟ يعني كل هذه التحركات الشعبية لازالت في إطار العفوية، حتى الساعة لم نشهد حتى اجتماع واحد للفصائل بعد قرار ترامب. هو هذا قرار فلسطيني واحد، النزول للشارع، لكنها ليست منظمة. يعني لا نرى أي قرار، منظمة. نحن الآن كنا قادة القوى السياسية على رأس المسيرة المتوجهة يعني في رام الله والبيري يعني بهذا الموضوع وفي كل المحافظات. يعني هل هنالك من خارطة واضحة للأيام المقبلة لهذه التحركات؟ ستستمر هذه التحركات الجماهيرية في عموم أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بما في غدا أيضا، مش بس اليوم، غدا في داخل 48 بناء على دعوة لجنة المتابعة في 48 وبناء على دعوة القوى الوطنية في عموم أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. طيب، أهمية هذا المشهد برأيك، أهمية هذه التحركات الشعبية، ماذا تريدون منها؟ ما هي المطالب الفلسطينية اليوم؟ المطالب الفلسطينية للدول العربية الشقيقة، للأحزاب، للشعوب العربية أن تتوجه لإغلاق السفارات الأمريكية وفرض مقاطعة سياسية واقتصادية من قبل الشعب الفلسطيني لأمريكا. وأيضا ندعو الشعوب العربية لفرض مقاطعة سياسية واقتصادية للولايات المتحدة. سيد صالح، لو سمحت أريد أن أوضح شيء واحد، يعني هذه الدعوات التي تتفضل بها أنت اليوم هي دعوات شخصية أم أنها ستترجم في بيانات واضحة باسم كل الفصائل الفلسطينية؟ بالتأكيد يعني أيضا القوى الوطنية ستصدر العديد من المواقف بتبني يعني هذه المواقف. وغدا لدينا اجتماع أيضا
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسأدعو في الاجتماع أن يتم من قبل الأخ الرئيس التوقيع بالانضمام لكل المعاهدات الدولية ولكل الاتفاقيات الدولية، وأيضا التوجه فورا بدعوة